بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام عليكم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات، اللي بنرصد من خلاله كل ما يدور على الساحة الداخلية والخارجية وجهود القيادة السياسية من أجل غد الأفضل لمصرنا الحبيبة. مما لا شك فيه أن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تؤخر بلا شك مسيرة التنمية وتعرقل خطاها. لذا فقد انتهكت الحكومة بكافة أجهزتها وهيئتها نهجا جديدا لتنظيم الأسرة وخطة لكافة الأفرع، من بينها التعليم والتشريعات المنظمة والتحول الرقمي والتوعية الإعلامية والثقافية وأيضا التمكين الاقتصادي. كمحاور رئيسية طبعا في هذه الخطة لتنظيم الأسرة في المرحلة القادمة إن شاء الله. للحديث حول هذا الموضوع الحي والهام، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور هشام مخلوف، أستاذ السكان بجامعة القاهرة، رئيس الجمعية الإحصائية المصرية. دكتور هشام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، بتنورنا دائما في منورة بيك وشاكر استضافتي. أهلا وسهلا. اسمح لنا نبدأ بتقرير لزميلنا فارس عزام ثم نعود لنبدأ الحوار. بإرادة قوية وحلول جذرية تمضي الدولة قدما وبخطى حثيثة للتعامل مع جميع معطيات القضية السكانية، لا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية. وفي هذا الإطار تم وضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023 لتنظيم الأسرة، وتقوم تلك الخطة على 5 محاور رئيسية، هي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي. وبحسب التقديرات، وفي حال استمرار معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتي وصلت إلى 3.4 مولود لكل سيدة، فمن المتوقع وصول عدد المصريين إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052. أما إذا نجحت برامج تنظيم الأسرة في خفض معدلات الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة، فيتوقع أن يصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة بحلول عام 2052. ويؤكد الخبراء على أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطا على الدولة، وأن استمرار معدلات الإنجاب المرتفع حاليا سيقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية. إذن فنحن بحاجة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب، وتأخذ في اعتبارها جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت ذاته العمل على ضبط النمو السكاني إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، وهو ما يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورتها وأن يتكاتف الجميع من أجل مواجهتها. أكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هو الإرهاب والزيادة السكانية. حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي بيقلل فرص مصر في أن هي تطلع لقدام. وأنا عايز أقول يمكن كتير مننا بنشوف يعني مدخلات كده يقول ايه، انا عندي 4 اولاد ومش عارف اكلهم، انت او انت اللي هي السيده المصريه الفاضله او السيد المصري الفاضل، انتبه انتبه، لانك انت مسؤول امام الله، امام الله، قبل ما تكون مسؤول امام وطنك وامام اولادك عن الاولاد اللي انت حجبهم. يا ترى قدراتك المالية تتيح لك انك انت تنفق عليهم انفاق مناسب؟ لو قلت لي لا اقولك يبقى انت بتظلمهم وهتتحاسب. شوف انا بتكلم على ايه؟ مش بتكلم من منظور خالص، انا بتكلم من منظور
ديني. انت بتضيع اولادك، انت بتضيع اولادك لانك انت ما انتش قادر تنفق عليهم وتجيبهم وتقول هيجي رزقهم. دكتور هشام مخلوف، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد، وسعدنا يعني بلقاء حضرتك اكثر من مره في مناقشه هذا الموضوع الهام. وكلمات واضحه وصريحه للرئيس السيسي بيحث فيها كل رجل وكل امراه في الحفاظ على تنظيم الاسره. واحنا يا دكتور يمكن كنا بدانا في هذا الموضوع منذ سنوات طويله، لكن للاسف الشديد ما جبناش النتيجه المرجوه حتى الان. لماذا يا دكتور؟ وطبعا ما جبناش النتيجة المرجوة، إنما تحققت نتائج. نعم. والمشكلة برضو لازم نعترف إنها كانت تبقى أصعب لو ما كانش فيه برامج واستراتيجيات سكانية. نعم. من الستينات حتى يومنا هذا. أهم مشكلة إذا كنا بنتكلم على السياسات والاستراتيجيات، مش ان احنا محتاجين لسياسات او استراتيجيات جديده. نعم. وانما نفعل اي استراتيجيه. أي. مهما كانت قديمه. بس نفعلها ونتابعها ونقيمها. نعم. ونسد الفراغات بعد التقييم في اي مجال، في أي. الريف، في الحضر، في بحري، في ابلي، في الراجل، في الست، في الوزارات المعنيه والاجهزه المعنيه. نعم. كل عمليه التقييم لما تكون موجوده ومستمره وبنطلع بنتائج يبقى ممكن نحط مش استراتيجيه جديده، لا. نعم. نعمل تصحيح لمسار الاستراتيجيه اللي اخترناها. أيوة. فاحنا عندنا سياسات وخطط وبرامج واستراتيجيات جديده. نعم. ولكن محتاجين لتفعيلها ومتابعتها وتقييمها. نعم. ثم الخروج بنتائج. شفنا في التقرير يا دكتور يمكن اللي عرضناه من شويه برضو. أيوه. السيدات قاعدين مع واحده بتشرح لهم وبتفهمهم الاتصال المواجهي، شايف حضرتك ايه اهميته، الى جانب طبعا عايزين نتكلم على دور وسائل الاعلام المختلفه في الوصول لهذه الغايه التي يعني تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. الاتصال المباشر مهم طبعا. وخاصة في مجتمع يمكن بنقول ان نسبة الأمية مرتفعة نسبيا وخاصة بين الإناث. نعم. ومش أي إناث، مرتفعة في إناث الوجه القبلي. أيوه. ومش كل الوجه القبلي. ولكن كذلك ريف الوجه القبلي. فالاتصال المباشر ممكن يكون ليه فائدة. نعم. فائدة، ولكن مش لوحده. أيوة. زي ما حضرتك اتكلمت، وسائل الإعلام ودورها خاصة في المجتمعات برضو اللي فيها نسبة أمية خاصة في الإناث. نعم. أجهزة الإعلام ليها دور ودور كبير. أيوة. ودايما بنقول حاجة، إن مواجهة المشكلة السكانية ليها شقين. نعم. الشق الأول اللي هو ازاي نقنع الجماهير او السكان وخاصة المقبلين على الزواج والشباب. ان هناك مشكلة سكانية. نعم. وان الامر مطلوب بمواجهتها من خلال زيادة معلوماتهم. أيوه. عن المشكلة وابعادها وتداعياتها. ودورهم في حل هذه المشكلة. أيوه. اذا اقتنعوا بيروحوا للشق الثاني من مواجهة المشكلة. نعم. يروحوا زي ما بنقول يخبطوا على وزارة الصحة وأجهزتها ويقولوا عاوزين ننظم أسرتنا، ننظمها إزاي؟ أيوة. فيلاقوا الرد على السؤال ده. ويلاقوا الوسائل اللي هيقولوا لها عليه وكيفية يعني ممارستها. فلازم يكون عندنا شقين، شق يقنع وشق التاني يمد بالوسائل والأساليب والبشورة اللي تمكن من ضبط الأسرة. دكتور اتكلمنا قبل كده، كان في وقت من الأوقات وسائل تنظيم الأسرة غير متوفرة وغير متاحة، مع أنها مفروض تبقى بالمجان ومفروض
يبقى في الوحدات الصحية، في النجوع وفي القرى وفي الحضر وفي كل مكان، مشرفات وطبيبات وبتعلم وعيادات وعيادات متنقلة. نعم. وكل الحاجات دي طبعا. أي. هي العملية دي يعني up and down. يعني أحيانا ما بقاش في مشكلة، وأحيانا يبقى في اختناق في توفير الوسائل خاصة. أي. في المناطق النائية. حصل نقص في الوسائل عقب قصور أو يعني تقلص المساعدات الأجنبية. نعم. اللي كانت بتقدم، بالرغم ان المبلغ ما كانش كبير. منظمة الصحة العالمية لا، في عندنا صندوق السكان اللي هي UNFPA، وفي برضه البنك الدولي. أي. وفي الاتحاد الاوروبي، جهات كتيرة كانت بتدي، ولكن نعم. مجموعها ما كانش كبير للدرجة دي. نعم. والفايدة منها تفوق تكلفتها. أي. يعني لما تقف التمويل الوسائل وتوفير الوسائل، الخسارة هتكون أعلى من ما يتم توفيره في هذا المجال. نعم. لأن كل طفل بيتكلف كذا لغاية ما يبقى جبنا نتيجة عكسية، فبتبقى عملية عكسية. فهي العملية up and down، وخاصة إن بتكلم على فترة سابقة، إن الوسائل دي برضو كانت بتقوم بتوصيل جزء منها اللي هو جاي معونة الجمعيات الأهلية. نعم. والجمعيات الأهلية تقول أنا أعمل إيه؟ ما عنديش موارد. فبيبقى في قصور في هذه المنطقة. أي. وعشان كده بنلاقي في البحوث السكانية اللي بتجرى كل فترة إن هناك حاجة غير ملباة. يعني إيه؟ يعني ستات في سن الحمل عاوزين وسائل ومش لاقيينها، فإزاي يتم توفيرها؟ نعم. والبحوث بتقول لنا الحكاية دي أو الحاجة غير الملباة موجودة فين وحجمها إيه، بحيث يمكن تلافي. أيوة. فهي العملية up and down. بس أنا سمعت إن في اجتماع أخير لرئيس الوزارة طمن الحاضرين وزير التخطيط وزير الصحة إن العملية الموارد موجودة. نعم. بس أنتوا قولوا لنا إيه المطلوب. أيوة. إنما مش هيحصل تقصير في توفير الموارد اللازمة لمثل هذه الأنشطة. احنا شايفين اهتمام كبير من القيادة السياسية طبعاً، زي طبعاً. ما شفنا الرئيس السيسي والسيد رئيس الوزراء، ويجب بقى تفعيل بعض القوانين الهامة يا دكتور بالنسبة للزواج المبكر، بالنسبة لعمل الأطفال. كل راجل يقول لك أنا عايز عزوة واجيب عيال واسيبهم يشتغلوا واقعد أنا استريح واقول لأولادي يشتغلوا، وكل ده خطأ وكل ده بيجيب نتيجة عكسية. ويجب بقى أن يكون هناك القوانين تفعل بالفعل. هي قوانين موجودة، مش محتاجين تشريعات جديدة بيتهيألي. أغلب مشكلتنا أن القوانين كتيرة، مش بس في مجال السكان، في مجالات كتير. أي. ولكن تفعيلها وتقييمها هو ده المهم. نعم. وجزء من الكلام اللي بنقوله ان احنا نقنع السكان بأهمية الأسرة صغيرة العدد وعيوب الأسرة كبيرة العدد. أي. هو سد الفجوات اللي سيادتك ذكرتها دي. نعم. بالنسبة للعزوة، بالنسبة ان البنت اول ما تكمل 12 13 سنة يبتدي الأب والأم يقولوا نخلص منها ومن مصاريفها ونجوزها. هتقول لي في قانون، ودي أحد القوانين اللي ناخد بالنا منها. ولكن اللي بيجرى دلوقتي إن المأذون بيخلص مهمته أمام الله إذا صح التعبير، وبيسننوا البنت لا، التسنين بقى دلوقتي صعب. إنما بيكتب العقد على الورق لغايه ما البنت تكمل 18 سنه وبعدين يديهم الوثيقه. نعم. فالحكايه دي منتشره طبعا، ينجم عنها مشاكل كثيره يا دكتور جدا. ويجب ان يكون هناك يعني حلول رادعه الى جانب الوعي بالنسبه للاهل وبالنسبه للفتيات والمتقدمين ايضا للزواج. يعني الوعي بقى يبقى ناقص عند اهل البنت واهل الولد بالنسبة لهذه النقط. نعم. وخاصة إذا البنت حملت وولدت قبل ما تكمل 18 سنة مشكلة. أيوة. وجه الجوز بعد كده توفى مثلا مشكلة كبيرة كمان. نعم. فالناس اتكاليين وبيبصوا تحت رجليهم ما
بيبصوش للتداعيات اللي ممكن تحدث من مثل هذه التصرفات. وبرضه في قانون يمنع كده وبيعاقب المأذون افتكر. واعتقد في تفكير ان القانون يعاقب الاهل البنت. نعم. كذلك بس متهيألي لسه لم يقر. ده في المقام الاول طبعا الاهل اللي بيظلموا على شيء زي كده هم المخطئين يعني. هم المخطئين. زي برضه حته التسرب من التعليم. فالتسرب من التعليم نفس الموضوع. نعم. ان الاب عاوز الولد يشغله في اي شغلانه فبيخليه يسيب المدرسه. كل ده مجرم طبعا يا دكتور. الاطفال ده استغلال واضح يعني. انما برضه يعني في التعداد الاخير بتاع السكان النتائج اوضحت ان نسبه لا باس بها ما بيكملوش تعليم وبيتسربوا. عشان ايه؟ عشان الولد قال مش عاوز يكمل او البنت. نعم. وهو عنده كم سنه عشان يقرر حاجه زي كده. او ان الاهل مش عاوزين يكمل. ايوه. فكلها حاجات يعني يجب وضع الاساليب والقوانين اللي تحد من ذلك. ايوه. هو طبعا التسرب من التعليم غلط ومش عارف ايه. انما محتاجين يعني قوانين اكثر حزما في مثل هذه الوسائل. والبنت لما تسيب المدرسه ما هتقول عاوز اتجوز في 12 وكذا او اهلها هيخلوه. نفس الحكايه الولد اول ما يلاقي قرشين جم في جيبه يقول انا بقيت راجل كباره ولا تعليم ولا بتاع ولا احد ويكسب فلوس ويتجوز. وبعد ما يتجوز بتسعة اشهر لازم يجيب بيبي. وبعد كمان سنه كمان لازم يخاوي البيبي. وهلما جرى نخش في الدلمة دي اللي هي عاداتنا وتقاليدنا اللي مسؤوله لحد كبير. أيوة. عن ما نعانيه من زياده. هتكلم مع حضرتك يا دكتور هشام من المنظومه كلها تشتغل ازاي بقى وتخدم على بعضها، لكن بعد ما نطلع لفاصل نشوف في بعض المعلومات ثم نعود لنستكمل النقاش. ومعنا في اتصال هاتفي الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي وتحيات الدكتور هشام مخلوف أستاذ السكان بجامعة القاهرة لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي للدكتور هشام طبعا والسادة المشاهدين. دكتورة رانيا، موضوع الزيادة السكانية ومحاولات الدولة لتنظيم الأسرة وهناك استراتيجية جديدة لخدمة هذا الموضوع وتحجيمه، الجديد إيه يا دكتورة ودور المجلس القومي للمرأة في هذا إيه؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال بالدكتورة رانيا، نكلمها ثاني. دكتور هشام، كنا بنتكلم على المنظومة اللي بتخدم على هذه المشكلة الكبيرة، الصحة والسكان والتعليم، الجامع والكنيسة، ولحد دلوقتي شايفين آراء دينية يعني برضو بتقول آراء زي ما حضرتك عارف عانينا منها كثيرا بالنسبة لتنظيم الأسرة وغيره. يعني أنا في رأيي ويمكن قلت الكلام ده قبل كده. نعم. إن احنا محتاجين
التأكد من تنفيذ أي استراتيجية وتفعيلها وانطباعتها وتقييمها. نعم. الوقت الحالي هذه الاستراتيجيات اللي تم وضعها خلال السنين اللي فاتوا، نعم، واللي احنا شايفين انها لم تؤتي ثمارها بالكامل، بتصدر بقرار من رئيس الوزارة او من وزير الصحة والسكان. نعم. العملية في نظرنا انها محتاجة مستوى اعلى من الوزير، لان قطعا لما يبقى الوزير بيضع استراتيجية وبتروح الوزارة تانية بتنفيذها بينزل مستوى التنفيذ. لا، غرفة عمليات في مجلس الوزراء يجب أن تتابع بقى وتنسق. مش بس كده، أنا بقترح أن يكون في نائب رئيس وزارة للسكان حتى يستطيع أن هو يتابع عمل الوزارات من مستوى عالي المسؤولية. إنما اللي بيحصل وكان فيه زي ما تقول لجنة أو مجلس تنسيقي في المجلس القومي للسكان. أيوه. وكنا بنجتمع الكلام ده من كذا سنة. فكان اللي بيبعتوا المندوبين عبارة عن وكيل وزارة اللي مستغنين عنه عشان يتكلم ما تم إنجازه في الوزارة. حاجة شرفية يعني. يعني ملوش حاجة. عايزين المواضيع تؤخذ بجدية ويكون قادر إن هو ينفذ، مش ان هو يروح يقدم تقرير لوكيل اول الوزارة، وكيل اول يقدم للوزير، الوزير عنده مسؤولياته الاساسية في وزارته. فمحتاجين ان يكون هناك نائب رئيس وزراء للسكان لمتابعة الاستراتيجية. نعم. اللي تم الاتفاق عليها. أيوه. النقطة الثانية والمكملة لهذا الكلام ان يجب صدور، وسيادتك اتكلمت على التشريعات، احنا بنتكلم على تشريع اعلى بقى. نعم. ان الاستراتيجيه للسكان او خطه السكان بتحدد مسؤوليات وزارات الصحه عليها كذا. نعم. التعليم العالي، الاوقاف كذا. انما مثل هذه الاستراتيجيه ملهاش قوه التنفيذ. لانها صادره من صحيح محددة، إنما صدر من وزير أو رئيس وزارة. فممكن الوزير يدخل الوزارة ويخرج وليس عنده فكرة عن مسؤوليات وزارته في مجال السكان. ليه؟ لأن أولا الوزارة يعني ما بتتابعش، ثانيا الاستراتيجية ما فيش قوة للتنفيذ. نعم. طبقا للقرارات الإدارية. إنما لما يكون في قانون على وزارة الصحة إنها تقوم بتوفير كذا وتوفير كذا، على وزارة التعليم إنها تحط مناهج، على وزارة الشؤون الاجتماعية، فمثل هذا القانون بيبقى أولا له صفة الدوام، ما يتغيرش بتغير الوزير. نعم. طبعا يعني دوام لله وحده طبعا زي ما سيادتك عارف. انما بنتكلم عن الدوام النسبي، مش هيجي كل وزير يغير الاستمراريه ويجيب النتيجه المرجوه اللي احنا عايزينها. ففيها الدوام وفيها الالزام، ويمكن تساؤل الوزير المختص عما انجزه في الجزء الخاص به امام مجلس النواب. نعم. بحيث نتخذ الاجراء التصحيح. فاول حاجه ان الاستراتيجيه ان يكون في نائب رئيس وزاره لمتابعه المشكله السكانيه وان يكون في قانون نسميه التخطيط السكاني، قانون السكان. ولكن هذا القانون لانه بيساء فهم لا يتدخل في تحديد حجم الاسره. نعم. ملوش دعوه كده، ده يتدخل في اداره الانشطه السكانيه. إدارة الأنشطة السكانية. ليه؟ إذا كانت إعلام، إذا كانت تعليم، إذا كانت كذا كذا كذا. بعد كده عملية المتابعة والرصد، فلابد أن يكون في متابعة ورصد لتنفيذ أي استراتيجية، ورصد علمي سليم
مش غير منحاز ويطلع نتائج بعد التقييم كل نشاط بحيث يمكن التعرف على القصور ووضع خطط علمية لسد هذا القصور. إنما اللي بيحدث دلوقتي توضع استراتيجية لا تنفذ، الوزير يتغير، يبقى العيب بقى ان احنا نعمل استراتيجيه جديده. وهل هم جرى بندخل في دايره مفرغه بدون مناسبه؟ ايوه وانشطه بتبقى ترقيع، الرئيس يتكلم النهارده في التلفزيون ده يجري وده يجري وعملنا، طب احسن حاجه نعمل استراتيجيه جديده. يا عم شوف اللي فات، يا عم قيم اللي فات. فدي نقطه مهمه جدا يعني. نعم دكتور شمس، في يمكن اهتمام كبير من الدوله بالرعاية الصحية بالنسبة للجميع وبخاصة المرأة، يجب بقى بيتهيألي إن احنا نستفيد واحنا بنهتم بصحة المرأة إن احنا برضه نزود وعيها ونمدها بوسائل تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم النسل إلى آخره، بحيث تكون هذه القوافل الطبية أيضا قوافل توعوية وتحقق الهدف المرجو منه. طالما بنصل للناس في الأرياف وفي كل حتة يجب أن يكون بقى الوضع مكتمل. ده يجب أن احنا نوصل للناس وخاصة للمرأة في كل قرية ونجح. أولا زي ما بقولنا لزيادة توعيتها وبأهمية المباعدة وأهمية عدم الزواج المبكر والحمل المبكر وكيفية رعاية الطفل، وده مسؤولية كبيرة خاصة إذا كان في زواج لبنات صغيرين ما عندهمش خبرة. فقطعا ده شيء نلغي الموضوع ده خالص يا دكتور، بس الزواج المبكر ده حاجة يعني مش في محلها خالص. الزواج المبكر والعمالة المبكرة كل ده حاجات مجرد عمالين نلف في حلقة مفرغة، مع إن دول كتيرة ابتدت بعدينا وحققت نتائج. زي ايه يا دكتور؟ اديني بعض النماذج بعد اذنك. يعني حته التسرب، زي الزواج المبكر، الخلفه. انا قصدي الدول تجارب عالميه نجحت وجابت. احنا بنتكلم دايما لما نتكلم على نتائج عالميه، يعني مش عاوز اقول ايران. ايران حققت نتائج مع انها ابتدت بعدينا. نعم. تركيا أيوة. يعني تركيا مشيت في اتجاه مع بداية تطورها الصناعي والحاجات دي، حست انها محتاجة لعمالة اكتر. فعملوا ايه؟ شجعوا الزواج لا هنتكلم على عدد السكان، الزواج والانجاب، وحطوا حوافز لكده. لما دلوقتي تحقق اللي عاوزينه، وبرضه الظروف الاقتصاديه العالميه ابتدت تنتمي كل مرحله معينه تتطلب يعني غيروا القوانين بتاعتهم وابتدوا يلجأوا الى تنظيم الاسره تاني لتقليل حجم، مش تقليل، تقليل الزياده السكانيه. نعم. تونس، وحتى تونس استخدمت حاجه غير عاديه. بالاضافه الى التطعيم، انما الاجهاض اللي استخدمته برضه، الزواج ان هو ما فيهدش اتجوز اكتر من واحده. نعم. ولو ان يعني اثر عدم الزواج الا بواحده ده على النمو، على زياده المواليد برضه مش محسوم قوي. نعم. فتايلاند عملت شغل كويس، اندونيسيا عملت شغل كويس، وكل ده معروف ومنشور. ليه احنا بقى كده بالرغم كل هذه الدول المنحنى بتاعها بتاع عدد بتاع الخصوبه في النازل؟ نعم. احنا جينا كنا في النازل وبعدين ثبتنا وبعدين ارتفعنا. وبيقال الاحصائيات الجديده هتبتدي تنزل تاني المواليد والزيادة. اسمح لنا يا دكتور نشوف تقرير اخر لزميلنا هادي سلامه ثم نعود نستكمل النقاش. بهدف
في تحقيق حياة كريمة للمصريين تخطط الدولة لدعم برامج تنظيم الأسرة بما يوافق الزيادة السكانية التي تعرقل خطى التنمية وأهدافها. نوادي المرأة، في نوادي المرأة دي بنقدر نساعدها في مجالات كتير، لأن طبعا محدش ينكر أن الست عليها عبء كبير ومساعدة للراجل في كل حاجة، وإحنا بنشكر القيادات السياسية والرئيس الجمهورية أن ابتدوا يهتموا بالمرأة. المبادرات اللي معمولة لفحص السيدات، لفحص الثدي للسيدات، للفحص بتاع الأمراض المزمنة، كل ده بيساعد السيدة أنها تقوم، لأن عليها واجب سواء وعليها عبء سواء من تربية الأطفال أو مشاركة الرجل في الدخل في الدخل المادي. دلوقتي مفيش بيت يقدر يقوم على الرجل لوحده، ده اذا ما كانتش الست في حد ذاتها هي اللي بتقيم البيت في اماكن كتير. تاخديش الوسيله دي، لان الوسيله دي مثلا بتعمل عقم، ما بتخليكيش تخلفي تاني، فبتيجي الست فبنقول لها غلط اللي انت سمعتيه ده، عايزه تسمعي المشوره الصح تجي لنا، وبنقول لها الوسيله المناسبه ليها، وبنصحح لها الاخطاء اللي بتقولها عن الوسيله اللي هي عمتها قالت لها عليها. يعني في مبادره سرطان الثدي، فبتعرف الست إذا كان فيه ولا لأ، وطبعا بتاخد إجراءات سريعة اللي هو التحويل بيبقى تاني يوم أو في خلال يومين بالكتير، ولو في حاجة احنا كمان بنتابع معاها بترجع لنا تاني. وبالنسبة لمبادرة الأم والجنين، فطبعا بنبقى عارفين والأم كمان بتعرف لو في أي أمراض مناعية هتنتقل من الأم والجنين، ولو في أي حاجة بنحولها وبتتعالج. الاكتشاف المبكر للأمراض حاجة كويسة، لأن في سيدات بتبقى قاعدة في بيوتها بتبقى تعبانة ومش عندها دراية بكده، فإن هي تيجي وتسأل على نفسها ده كويس عشان خاطر أسرتها، هي بتبقى الست عمود البيت، لو حصل حاجة كل اللي حواليها بيتأثر. خطة الدولة لتنظيم الأسرة مستقبلا ترتكز على عدة محاور، من بينها التمكين الاقتصادي والتعليم والتشريعات والتحول الرقمي. رائدة الريفية الموجودة بالمكان ومسؤولة عن التثقيف والتوعية للسيدات خلال فعاليات تنظيم الأسرة ومن خلال نادي الأسرة، وتوجيههم ومعرفتهم يعني بالمبادرات وبالموجودة في المكان، وإن إحنا بنعمل ندوات للتوعية للسيدات اللي بتخش المكان وبنعرفها بالخدمات اللي إحنا بنقدمها سواء في عيادة تنظيم الأسرة أو في بقية العيادات، أو لو هي محتاجة حاجة مننا يعني عاجلة تسأل على سؤال حتى لو ما لوش علاقة بالعيادة، لو هي حاجة خاصة بيها ممكن نرد عليها وبنديها بيها توعية وبنعملها ندوات وبنعرفها هي محتاجة إيه. مما لا شك فيه أن التوعية الإعلامية والثقافية من أهم أسباب نجاح حملات تنظيم الأسرة وتحقيق أهدافها. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ومعنا في اتصال هاتفي الدكتورة إيمان بدري، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وعضو لجنة قيادات سوهاج. دكتورة إيمان أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي وتحياتي الدكتور هشام مخلوف أستاذ السكان بجامعة القاهرة لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة إيمان، يمكن في الاستراتيجية الجديدة للدولة على مدى الثلاث سنين القادمة إن شاء الله موضوع تمكين المرأة وتوعية المرأة، ويعني أعتقد ده كله برضو بيصب في مصلحة تنظيم الأسرة. المرأة لما يكون عندها الوعي الكافي وبتشتغل وبتكسب وعندها مشروعات صغيرة أو غيره بيبقى ليها برضو القرار. في سوهاج إيه الأخبار بالنسبة لهذه الاستراتيجية؟ طبعا احنا كديوان عام محافظة سوهاج بننفذ الاستراتيجية 2030 لتمكين المرأة في اربع محاور: التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية. بنشتغل على كل محور بندوات توعية، بنوصل كمركز رئيسي محافظة سوهاج كمراكز تبع محافظة سوهاج، بنروح لغاية عندهم بنعمل ندوات تثقيفية وتوعية، بنعمل لهم ورش عمل، بنوعيهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والحماية، بنعمل مبادرات مناهضة عنف ضد المرأة. طبعا دي كلها بسياسات تبع وزارة التنمية المحلية، هي اللي بترشدنا للموضوع ده وتقول لنا نفذه. طبعا سيادة المحافظ بيراعي معانا وبيهتم بالمرأة بوجه خاص. سيادة المحافظ اللواء طارق الفقي بصراحة مهتم بالمرأة بوعي جدا. في عندنا نسبة قيادات كبيرة للمرأة في محافظة سوهاج، بيتكن كل القيادات مفعلة على الرجالة بس. دلوقتي المرأة احتلت مركز كبير في القيادات. عندنا احنا عملنا كذا مبادرة توعية للسيدات، منها الكشف المبكر على أورام الثدي بالاتفاق مع مديرية الصحة وزارة الصحة.
عملنا مناهضة العنف ضد المرأة، عملنا مشاكل الطفل، نوعنا في كذا مبادرة لأن احنا نوعي الأم ونوعي الست العاملة، وبنستضيف سيدات من خارج العمل برضو عشان نعمل توعية عليهم. والتوعية بتكون شاملة جميع مراكز محافظة سوهاج طبعا بدعم من ست الوزير المحافظ والست اللواء عصام النسر السكرتير العام. ماذا استجابة المرأة بقى دكتورة إيمان لهذه الندوات وهذه التوعية؟ في استجابة، في نتيجة، في قبول؟ هل ممكن المرأة بتنقل الكلام ده لزوجها بعد لما تروح البيت، أو ممكن يحضر معاها في نفس الندوات، ولا بتعملوا إيه بالظبط؟ احنا فعلا بنفعل ندواتنا مش على السيدات بس، كمان بنستدعي فئة كبيرة من الرجال العاملين بنوعيهم برضو، مش التوعية مش قصة على السيدات بس، لازم نوعي الطرفين عشان الطرفين مكملين لبعض في المجتمع. فاحنا السيدات برضو عليه اقبال، نسبة التوعية عليها اقبال، كانت الاول الندوات القبول ضعيف، ولكن لما الندوات اتعرفت والنشاطات اتعرفت وبقي عليها اقبال، ما شاء الله النسبة بقت كبيرة جدا، وعند السيدات بقى وعي كبير جدا. حتى احنا بنقوم مشاركة السيدات في الندوات دي، وبناخد رأيهم وبنشوف ايه اللي ممكن نعمله لهم في الندوات القادمة، هم عايزين ايه وبنفعله لهم. وكمان مقبلين ان شاء الله باذن الله هنعمل لهم ندوات على المشروعات الصغيره، هنستضيف اساتذه جامعه مثلا كيفيه صناعه الصابون، ندوات يعملوا مشاريع صغيره، ازاي يعملوا دراسه جدول مشروع صغير، ازاي يسوقوا مشروعهم. نعم. يعني ان شاء الله هنعمل حمله توعيه كبيره للسيدات بحيث انها تنفع نفسها وتنفع المجتمع اللي هي فيه. طبعا مشاركه الصندوق الاجتماعي مهم في مثل هذه الندوات. أكيد طبعا احنا بنستضيف فئات كبيرة جدا من المجتمع اللي ممكن ينفع الندوات بتاعتنا، يعني بنستضيف فئات كبيرة وطائفات كبيرة ليها خاصة بالندوات دي. نعم. طب ماذا عن الحما؟ هل الحماوات بتعملوا لهم حاجة؟ لأن هم لهم تأثير كبير. الحماوات أغلبهم مسنات وكبيرات سن، فإحنا بنوصل التوعية عن طريق السيدة اللي بتشارك معنا، هي اللي بتقوم بتوصيل التوعية اللي استفادتها من الندوة. هتخاف تكلم حماتها؟ لا، ما احنا بنوصيهم انهم ياخدوا بالهم من حماواتهم برضو، دي الحما في الاول وفي الاخر ام، لازم نعملها بمنتهى الاحترام والادب. ايوه، بس بتحب مرات ابنها تجيب لها واحد واثنين وثلاثة لا، ما دي بقى حسب التوعية اللي احنا بنرشدهم ليها. احنا ظروف المجتمع اللي احنا فيها دي ما تسمحش بالعدد الكبير ده، وعشان الطفل يطلع في مستوى صحي وتعليمي جيد فلازم يبقى فيه عدد محدود في الأسرة نقدر نراعيه ونقدر نهتم بيه، فاحنا بنوعيهم بالحاجات دي. يا ريت تنجحوا في هذا المجال وتغيروا. بنستضيفوا دكاترة تنظيم أسرة على فكرة في ندواتنا، بيوعوهم وبيفهموهم ايه نوع الوسائل اللي ممكن يستخدموها، وايه الانواع اللي الستات بتبقى خايفة منها، وبنوعيهم ان دي ما فيهاش اضرار ولا خوف، فبنقوم بحمل التوعية زي ما قلت لحضرتك، احنا بنستضيف الفئات المتخصصة في الندوات بتاعتنا. نعم. دكتورة عظيم جدا. خلي بالك يا دكتورة أمام من الملاحظات اللي قالها لك دكتور هشام، والدكتور هشام اللي عنديك ومن الصعيد يعني. أنت حرة بقى. دكتورة أمام بدري رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وعضو لجنة قيادات سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور هشام مخلوف، يعني برضو محاولات جيدة وفي نشاط، وعايز أعرف برضو رأي حضرتك وبقية ملاحظات. أهم حاجة الاستمرارية. يعني الدكتورة لو جالها منصب تاني وجي حد بدلها قطعا مش هيقوم بهذا الحماس اللي هي كانت بتتكلم بيه. فأهم حاجة ان يكون في صف تاني وصف تالت، ويكون في حماس للاستمرار في هذا النشاط وتوسيعه بإذن الله. انما الاتصال المباشر ده مهم، وان ده يحصل في سوهاج برضو شيء جيد. هذا في كل المحافظات. طبعا يعني. بس ما اللي خلاه حصل في سوهاج اسف ممكن يدينا امل انه ممكن يحصل في اسوان واسيوط والمنيا ثم نطلع على بحري. نعم. اسلوب برضو اختيار الناس اللي هم بيقوموا بالندوات ده مهم جدا. نعم. انا ممكن ادي محاضره الناس تقرف مني مش عاوزه تسمعني، وفي شخص اخر ممكن يتحدث في الندوه، يصل للجمهور المستهدف اللي قاعد بيستمع اليه وياخد ويدي معاه على قده وبطريقته، والرساله تكون واضحه ومتسقه مع امكانيات اللي حاضرين. نعم. يعني برضه الواحد دعيت في بعض الندوات كان طريقه كلامي انا مش في مستوى التفكير بتاع اللي قاعدين.
فطبعا كانوا بيتململوا والواحد يحس برضه انه غلطان انه ده مش قادر يتوجه للحاضرين. ممكن دكتور اكثر متحدث في الندوه دكتور ودكتور كبير زي حضرتك مع دكتوره زي الدكتوره امام مع متخصصين مع كذا بحيث يبقى يعني في تناغم وتماهي ونوصل للي احنا عايزينه. احنا كنا كان في مشروع مع صندوق الامم المتحده للسكان للمشاركه مع المجلس القومي للسكان والمجلس الاعلى للجامعات، وكنا بنلف على الجامعات عشان برضو نزود معارف الطلبه. نعم. بمفهوم المشكله السكانيه. وجامعه القاهره دول ايه هنا يا دكتور؟ جامعة القاهرة ما كانش جامعة القاهرة بس حاليا دلوقتي والله ما عنديش فكرة، بس متهيألي برضو دورها محدود في هذا المجال متهيألي. إنما احنا كنا بنلف على الجامعات بالتعاون مع نائب رئيس الجامعة للبيئة، وكان بيحضر معانا واحد حد من الأزهر محترم. أيوه. وكان بيحضر معانا ده التنوع اللي أنا بقصده أساتذة وأساتذة من الطب، وكان بيبقى في مناقشة بيجيبوا لنا الطلبة في المدينة الجامعية ونتحاور معاهم ونعمل مسابقات أسئلة. نعم. وندي هدايا عشان نشجع الناس للحضور. فبالظبط زي ما حضرتك بتقول، كل ما كان أكتر من واحد وكل ما كان أكتر من تخصص بيبقى ذات قيمة أكثر. ممكن برضه بس دعوا الشغل، يمكن الهيئه العامه للاستعلامات شاركت معانا شويه في بعض الانشطه. ان هم كانوا يعني بيعملوا زي تمثيليات صغيره وحاجات كده، حاجات دراميه، بحيث انك تدي الشخص زي ما يكون بتدي له حقنه من غير ما يحس بجرعه في مجال زياده الوعي بالقضيه السكانيه. دكتور هشام اسمح لنا نشوف تقرير اخير لزميلنا اسامه عبد اللطيف ثم نعود لنستكمل النقاش. احنا بنشكر الطاقم الطبيه اللي موجوده هنا لتقديم الرعايه الصحيه لنا، تنظيم الاسره، اي خدمه بنحتاجها بنيجي نلاقيها هنا. هم اتنين كفايه قوي او يعني يبقى كتير كمان عليها تعب ومشاكل ومروح مدارس ونجي، واحنا يعتبر اللي بنشيل كل حاجه، الاب في الشغل واحنا كل حاجه علينا، احنا على الست المصريه او على الام كشغل البيت وكشغل لو بره هي بتشتغل، فكتير قوي عليها، والظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها ما يسمحش اصلا باكتر من اتنين. تقدم الوسائل المجانيه، الخدمات كلها هنا تمام، والدكاتره ممتازين متخصصين، وال النساء كل حاجه تمام، والوسائل كلها مجانيه. هو بصراحه هما اتنين كويسين في العيشه اللي احنا فيها دي. ازاي الست تساعد جوزها؟ هي بتساعده في حالتين، اول حاجه الحاله المعنويه اللي هي بتبقى في البيت نفسها، انها تقدر تهيئ له المكان والوضع اللي تخليه مرتاح نفسيا في شغله، وتخلي اولادها كمان حالاتهم كويسه جدا برضك في التعليم وفي الامكانيات نفسها، ان كانت بقى امكانيات ماديه او امكانيات الماكلات كانت قليله او كتيره، ده برضك بتعتمد على الست ازاي تقدر من خلال الامكانيات الماديه انها تقدر تفتح البيت وتقدر تجيب كل مستلزمات البيت كلها بالتنظيم وبالاقتصاد، اقتصاد الست نفسها اللي بيتها نفسها بتقدر تحدد نوعيه البيت هتقدر تصرف قد ايه. لا بصراحه كل حاجه هنا متاحه، كل حاجه كويس، تنظيم الاسره هنا والكشف مجاني وكل حاجه هنا. دكتور هشام مخلوف، بقيت كلمة ختامية لحضرتك في نهاية هذه الحلقة من ملفات. زي ما قلت احنا مش محتاجين لاستراتيجيات ولا خطط ولا برامج جديدة. احنا محتاجين لخطة او استراتيجية جديدة قديمة. نعم. وننفذها ونتابعها، واذا استلزم الامر والاستمرارية. محتاجين قانون يحدد اختصاصات كل وزارة،
يتم تساؤل الوزير عن أي قصور في التنفيذ. نعم. محتاجين أن يلم العملية دي كلها نائب رئيس وزراء للسكان أو للتخطيط. نعم. السكاني يتابع تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بكل أساليب علمية وموضوعية. ربنا يوفق. مصر في قبضة الرحمن ومن تجلى عليها وحاميها دكتور هشام مخلوف أستاذ السكان بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الإحصائية المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة من الملفات. أهلا وسهلا، شكرا لحضرتك، والقادم أفضل إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم. إن شاء الله.